وللحديث عن المشاركة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، هل لك أن تسلط الضوء على أهمية هذا المؤتمر والمواضيع التي تم مناقشتها؟ بداية أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، وأريد أن أؤكد على أن المؤتمر الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي هو مشاركة من الشعب البرلمانية في مملكة البحرين ممثلة عن مجلس النواب ومجلس الشورى في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد هنا في أبوظبي في الفترة بين 24 إلى 26 فبراير الجاري. طبعا هذا المؤتمر يعني يأتي ضمن مشاركات الشعب البرلماني في البحرين والبرلمان الدبلوماسية البرلمانية التي نعول عليها كثيرا في توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم وتعزيز الروابط المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتشريعية. وأعتقد أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا في البحرين لأنه يعقد ويقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي كما يعرف الجميع تربطنا بها علاقات أخوية وطيدة، ونحن أشقاء ونتعاون في هذه المحافل الدولية باستمرار تعاون وثيق في تنسيق الملفات المشتركة التي تربطنا. طبعا هذا المؤتمر ينعقد يعني على مستوى الوزاري بين لدول المنظومة المتعلقة بالتجارة العالمية، وبين الفترة من المؤتمر الوزاري السابق الذي كان تحت عنوان رقم 11 والمؤتمر الوزاري الحالي الذي نعيشه الآن 13 لمنظمة التجارة العالمية. ناقشنا العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالتجارة العالمية وبقضايا المناخ وقضايا الرقمنة والتجارة الرقمية وقضايا مهمة على مستوى الاقتصاد ويعني التنمية الشاملة في دول العالم. ووضعنا وثيقة بالتعاون وبالتوافق فيما بين الوفود المشاركة لكي تطرح قريبا على المؤتمر البرلمان الدولي الذي سيعقد في جنيف، وهي فرصة أيضا لتداول الأفكار وتداول القضايا المطروحة على الساحة، خاصة عندما نعلم أن قضية المناخ وقضية الرقمنة والاقتصاد العالمي هي قضايا أساسية وملحة يجب تسليط الضوء عليها. أعتقد إحنا أعطينا وجهات نظر ومشاركات متميزة في من خلال الجلسة الأولى اليوم، وسوف تكون لنا جلسات في اليومين القادمين غدا وبعد الغد، وإن شاء الله وفد البحرين على مستوى من الكفاءة والحضور الفاعل في هذه المؤتمرات، ويشرف يعني مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي والعالمي ومع بقية أشقائنا من دول الخليج والدول العربية. من أبو ظبي سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.